اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج عين. عندنا النهارده اخبار فنيه كتيره جدا وكمان انترفيوز مع كل النجوم اللي انتم بتحبوه واللي هنعرف منهم ايه اخر اخبارهم وحكاياتهم. كل ده اكسكلوسيف وبس لبرنامج عين. واهم عناوين حلقه النهارده: كاميرا عين في اسكندريه لحضور عربي منظره، ديو الهضبه ومارشميلو، فركش طارق لطفي، زياره لبلبه لإليسا، مفاجأة أمير كرارة، أسرار سرايا حمدين، عودة فوش، ليلى علوي في كاليفورنيا، كد كتاب منة حسين فهمي، نجم العرب في القاهرة. أول خبر معانا في حلقتنا النهاردة عن الهضبة عمرو دياب والألبوم الجديد اللي كل شوية بنعرف مفاجأة عنه. أحدث مفاجأة إن الهضبة هيتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو اللي كان آخر تعاون ليه مع السوبر ستار سيلينا جوميز. النجم طارق لطفي خلص تصوير مشاهده في فيلم 122، لكن لسه الشركة المنتجة مش عارفين إذا كان الفيلم هينزل في عيد الأضحى ولا لأ. النجمة الجميلة لبلبة كانت موجودة في بيروت وده عشان تحضر أحدث حفلة لإليسا. طبعا إليسا كانت دي أحدث حفلة ليها بعد ما أعلنت إن هي كانت مريضة بالكانسر وخفت الحمد لله. مفاجأة رمضان 2019 إن هيكون في الجزء الثالث من مسلسل كلبش. طبعا مسلسل كلبش نجح نجاح كبير جدا إذا كان الجزء الثاني أو طبعا الجزء الأولاني. كل الناس كانت قاعدة مستنية أمير كرارة أو باشا مصر. عايزة أطمنكم إن احنا إن شاء الله هنشوف الجزء الثالث في رمضان الجاي، وهيبدأ التحضير بعد رجوع أمير كرارة من الأجازة. السوبر ستار محمد فؤاد خلص تسجيل أغاني ألبومه الجديد واللي هيضم 12 أغنية والألبوم هيكون اسمه سلام. السوبر ستار ليلى علوي كانت موجودة في أمريكا وبالتحديد في كاليفورنيا عشان دكتور زاهي حواس كان عنده محاضرة عن التاريخ الفرعوني هناك وكانت لابسة جزء كده من راس توت عنخ آمون. احنا الجدعان دي احدث اغنية للمطرب الشاب محمد شاهين. تعالوا مع بعض نشوف جزء من الاغنية، لكن قبل ما نشوف جزء الاغنية عايز اقول لكم ان الاسبوع الجاي هيكون عندنا لقاء خاص جدا وحصري مع محمد شاهين. النجمة ميرفت امين والنجم حسين فهمي احتفلوا بكتب كتاب بنتهم منة حسين فهمي على المحامي طارق جميل سعيد. الف الف مبروك. النجمة امينة خليل هتبدأ تصوير مشاهدها في فيلم مولد يا سيدة من بطولة النجم احمد الفيشاوي. النجم العربي النجم الكبير محمد عبده هيكون عنده حفلة في القاهرة يوم 25 الشهر ده. المطرب أبو نزل أحدث صورة ليه مع مراته نهال الغيطة. السوبر ستار داليا البحيري رجعت تصور الجزء الرابع من يوميات زوجة مفروسة أوي، لكن مش دي آخر أخبارنا عن داليا. كمان عملت حركة لطيفة جدا، نزلت فيديو دمه خفيف جدا لبنتها اسمك وهي بتعمل كيكي تشالنج. الكابلز اللي كلنا بنحبهم عمرو يوسف وكيندا علوش اللي عمرو نزل احدث صوره ليهم وكتب على كيندا ان هي حب حياته. السوبر ستار سيرين عبد النور نزلت احدث فوتو سيشن ليها. كمان السوبر ستار دره نزلت احدث فوتو سيشن ليها، والفوتو سيشن دي كانت معموله على البحر.